تقع تيزنيت مدينة الفضة جنوب الأطلس الصغير على الطريق الوطني رقم 1 المؤدي إلى الأقاليم الصحراوية. تزخر المدينة السلطانية بمؤهلات سياحية وطبيعية وتنفرد بخصائص تاريخية وثقافية جعلتها قبلة للهجرة الداخلية ووجهة مفضلة للسياح. رغم صغر مساحتها إلا أنها تبدو مدينة هادئة نظيفة تغري بالعيش فيها كل إنسان يتوق إلى السكينة والهدوء ويحب السلم والسلام. لكن ما أن يسدل الليل سدوله حتى تمتلئ الأزقة النظيفة بالقمامات المنزلية وبالأزبال المختلفة التي تملئ الحاويات المجهزة لهذا الغرض عن آخرها، وتتبعثر هنا وهناك في انتظار القطط والكلاب الضالة التي تنبش بحثا عن بقايا تسد رمق جوعها، والتي قد تصادف أدميين مقنعين يأتون بدورهم للنبش والبحث في أوقات متأخرة بعيدا عن الأنظار. بعد أن يأوي الجميع إلى فراشهم للنوم، يجوب أسطول من شاحنات البلدية رفقة أفواج من عمال النظافة الأبطال مختلف أحياء ودروب المدينة لتنظيفها وتخليصها من هذه النفايات الكريهة في اتجاه المطرح العمومي غير بعيد عن المدينة. رغم أن مطرح الأزبال يشكل مصدرا هاما لبعض الساكنة التي تجمع بعض المواد القابلة للتدوير لبيعها ومرعا لأصحاب الماشية خصوصا في أوقات الجفاف، إلا أن سكان الأحياء المجاورة في الجهة الشرقية يشتكون باستمرار من انبعاث الروائح الكريهة والدخان الناجم عن حرق الأزبال خصوصا في فصل الصيف حيث الحاجة لفتح النوافذ. وقد نظموا مسيرات احتجاجية وتقدموا عبر جمعيات أحيائهم بشكايات استنكارية للجهات المسؤولة. وقد بادر المجلس الجماعي لتزنيت بعد توصله بالدعم المالي الكافي بمباشرة إنشاء مطرح ثان على بعد 7 كيلومترات شمال المدينة مع تهيئة المطرح القديم، لكن المشروع لا يزال في طور الإنجاز. فهل سيخلص هذا المشروع المدينة من هذه البؤرة السوداء أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟